تحديات في هذه اللحظات. شوطنا الخامس عشر تعلن انطلاقته مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات، يعتبر من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. مباشرة ننطلق مع شوط الإبكار، أتقدم مباشرة مع الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. المركز الأول هيهات خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، من يأتي ويقدم هيهات على المركز الأول. طماعة على المركز الثاني، معضد بن محمد بن هلال المزروعي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. أتابع انتباه محمد بن سلطان بن محمد الشامسي القادم على المركز الثالث، وناصية على المركز الرابع سعيد بن سيل بن سالم الخيلي القادم على المركز الرابع والمركز الخامس. أتابع في هذه اللحظة مرموقة مسلم بن محمد بن صنقوح العامري قادم على المركز الخامس والمركز السادس. الظبي عبيد بن محمد بن ذويب العامري المركز السابع، المركز السابع عشارق القادمة، عشارق محمد بن أحمد بن سعيد بن منان القادم مع عشارق وبن سبت قادم في هذه اللحظات. شعار علي بن يمعة بن سبت السويدي الغنامي قادم مع النشمية مع هذه اللحظات. تتابع الوارية، الوارية قادم بارك بن مادوب بن محمد العامري يقدم الوارية والمركز العاشر. هواي العبيد بن علي بن يزرب العامري. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول للعشر، عودة مع البداية مع منتصف الأربعة كيلومترات. أعود مع أشواط الإنتاج والمنتجين. طماعة طماعة على المركز الأول، معضد بن محمد بن هلال المزروعي يقدم طماعة على المركز الأول. دائما الطموح الناموس والانتصار من الميدان الذكي. هل المرموم مسيطرين؟ المركز الثاني، المركز الثاني القادمة ناصية سعيد بن سيل بن سالم الخيلي القادم على المركز الثاني، والضبي عبيد بن محمد بالذويب العامري قادم على المركز الثالث والمركز الرابع. مرموقة مرموقة مسلم بن محمد بن صنقوح العامري القادم على المركز الرابع، بدأت تتسلل إلى المركز الثالث. الوصول على المركز الرابع من قبل الوارية مبارك بن مادوب بن محمد العامري وبن منانة وعشاري قادمة محمد بن أحمد بن منانة الواصل. الوصول من غصايب، غصايب سالم بن مطر بن حاده الكتبي وصل الشاعر مع هذه اللحظات. شعار خالد بن حميد بن حارب المهيري راعي دريبح بدا يقدم لمحه الواصله مع هذه الانطلاقات. قائد المصانع الجنوبيه واصل في هذه اللحظات. معاليه عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي العامري، فيافي فيافي احمد بن غدير بن خير العامري بعد الكيلومتر الاخير. اعود مع 800 متر الاخيره. ما شاء الله، هل الانتاج والمنتجين؟ من الانتاج فاخر. طماعه 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 المركز الاول، طماعة معضد بن محمد بن هلال المزروعي على الصدارة والمقدمة. مرموقة مرموقة سلم بن محمد بن صنقوح العامري. ما شاء الله، وصل الشاعر، وصل سالم بن مطر بن حادة الكتبي. غصايب 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 بدأت تتسلل غصايب الأربعمائة متر الأخيرة ما بين بن حادة ما بين بن صنقوح.
راعي مرموقه على المركز الاول، غيرت مرموقه، مسلم القادم بن محمد بن صنقوح العامري على المركز الاول، غصايب على المركز الثاني، غصايب بن حاده، ولكن خلاص مرموقه سلام، تهانينا والناموس لمسلم بن محمد بن صنقوح العامري، تهانينا والناموس، تسلم يمينك على هذا الضمر يا ابو محمد. سالم بن مطر بن حاده على المركز الثاني، قايد المصانع الجنوبي على المركز الثالث، المركز الرابع وصلت لمحه لخالد بن حميد بن حارب المهيري، والخامس فيافي لاحمد بن غدير بن خير العامري. هكذا هي النتيجه، عوده مع التوقيت، مرموقه ما شاء الله لاربع كيلومترات، التوقيت 5 دقائق نتابع في هذه اللحظات، 55 7 أجزاء من الثانيه، مسلم بن محمد بن صنقوح العامري، تهانينا والناموس، المركز الثاني غصايب، 5 دقائق 56 و9 أجزاء من الثانيه لسالم بن مطر بن حاده الكتبي، والمركز الثالث 6 دقائق وجزئين من الثانية، عالية عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري، تهانينا والناموس للجميع.